أهلا بكم إلى هذه القراءة في أهم ما تضمنته الصحف الوطنية الصادرة اليوم، والبداية بصحيفة اليوم المغربي التي قالت إن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري أكد أن الحكومة تسعى إلى معالجة جذرية للإشكالات المرتبطة بظاهرة الاقتصاد غير المهيكل. وقال السكوري ردا على سؤال شفوي حول القطاع غير المهيكل إنه سيتم من بين أمور أخرى الاهتمام بالمقاول الذاتي كأداة تتيح مجالات اشتغال أكبر والعمل على تبسيط الإجراءات والرفع من سقف الامتيازات. إلى صحيفة رسالة الأمة التي كتبت بأن الحكومة تتجه لإنهاء معاناة المغربيات خاصة المطلقات منهن في الحصول على الوثائق الإدارية لأبنائهم القاصرين لا سيما جواز السفر. وفي هذا الصدد أعلن عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية ضمن جوابه على سؤال كتابي لأحد الفرق البرلمانية بمجلس النواب أن وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يعملان حاليا على دراسة إمكانية وضع إطار قانوني يمنح الأمة حق إعداد جواز سفر لفائدة طفلها القاصر دون موافقة صريحة مسبقة من الأب. ونختم هذه الجولة بصحيفة العالم التي كتبت أنه بخلاف ما يتم ترويجه عن الخصاص المهول المسجل في مخزون الدم، أكدت الدكتورة نجية العمراوي مديرة المركز الوطني لتحقن ومبحث الدم بالنيابة أن المغرب يتوفر حاليا على 5 أيام من المخزون الاحتياطي من هذه المادة الحيوية، منوهة بالدور الكبير الذي يلعبه شركاء المركز وفي مقدمتهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى ومعهد محمد السادس للقيمين الدينيين وجمعيات المجتمع المدني، وكذا موظفو مراكز تحقن الدم الذين يقومون بجهود جبارة.